السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غندير لكم واحد الصينيه ديال الخضر اللي مفيده ومغذيه واقتصاديه في نفس الوقت. بسم الله، نتوكلوا على الله، نبدا لكم ان شاء الله بالمقادير. هنا عندنا البطاطا مسلوقه ودايرينها طرونش. هنا عندنا الفلفل مطيشة وربيع، عندنا هنا والمعدنوس كما كتشوفوا كنطحنهم بحال هكا، وربعة الدروس ديال التومة. بالنسبة للعطرية عندنا معلقة كبيرة ديال التحميرة، معلقة مع مرش ديال الكركم، راس المعلقة كبيرة ديال البزار، ومعلقة كبيرة ديال الكمون، وكنوفيو الكمون شوية. والملحة حنا دايرين معلقة مع مرش، وبالنسبة كل واحد كيدير قياسه، هي قد ما قللتوها مزيان. هنا عندنا ربع كاس ديال زيت العود وربع كاس ديال الخل. نقدروا نعوضوا الخل بالحامض، انا كاين عندي الحامض ولكن بغيت عيب باش نوريكم درت الخل هذه المره. نبداو على بركه الله. ان شاء الله غادي نحط القرن بحال هكا، ربيع والثومه ها هما كما كتشوفوا. وغادي نحط العطريه فوقهم. هنا غادي ندير الخل ربع كاس اللي وليتكم، وربع كاس ديال الزيت، زيت الزيتون. غادي نخلطوا المقادير مزيان مع بعضياتهم. البنات انا خلطت العطريه مع بعضياتها. هنا نقص، درت نص هنا، وهذا هذا درتو البطاطا، وهذا المطيشه والفلفله. كما كتشوفوا كنشد البطاطا كنديرها في هاد العطريه باش تشرب العطريه، وغنبقى بشويه بشويه تنكملها. من بعد ما درنا طبقه ديال البطاطا في الاول، دابا زدنا طبقه ديال الفلفله ودرنا فوقها عاوتاني لقام، وغادي منين ندير غندير فوقها مطيشه عاوتاني. من بعد ما درنا التفريشه الاولى ديال البطاطا في الشرموله، دابا درنا فوقها الفلفله حتى هي ودرتها مع الشرموله حتى هي، لقيتها في الشرموله شويه وغنرش من الفوق، ودابا غنزيد مطيشه حتى هي من الفوق. دابا درت الشرموله في مطيشه، وهانتوما شفتوا كما كتشوفوا غادا بشويه بشويه كنستفيهم. من بعد ما درت مطيشه في الشرموله كما كتشوفوا، دابا غندير واحد ربيع ديال كاس ديال الماء، حيت مطيشه كتطلق الماء. كنديرو عي من الجنب، من بعد ما وجدت الصينيه ديالنا غندخلها دابا للفران. وهنا معاكم هاي الطاوة ديالنا، دخلناها للفران. بالنسبه للسلطه اللي غنرافقوا بها الصينيه ديالنا، غنديروا فيها الخيار، مطيشه، البصله، الخس، الزيتون، هنا عندنا ربيع مطحون، وزيت هذا زيت الزيتون، وراس المعلقه ديال البزار، الموطارد، والخل. الربيع غنديروا فيه جوج معالق كبار وشويه وافيين. بالنسبه للربيع درت لنا جوج معالق كبار ولكن وافيين شويه، وغنزيد عليهم راس المعلقه ديال البزار درنا فوقهم كما وريتكم، راس المعلقه ديال الموطارد كبيره، جوج معالق ديال الزيت كبار ديال زيت الزيتون، جوج معالق ديال الخل، أنا معشدة التليفون بيد
وشويه ديال الملح، كنخلطوهم مزيان مع بعضياتهم. ديروا في البصله ونصف مطيشه ونصف الخيار بحال هكا، غنخلطهم مع بعضياتهم. وهنا غادي نخلط هاد الربيع وداكشي اللي درنا مع بعضياتو. دابا كما كتشوفوا خلطناهم كل واحد بوحدو. ها هي غديوتنا وجدات كما كتشوفوا. الصوينيه ديالنا درنا فيها فاش قربت طيب زدت فيها شويه ديال زيت الزيتون باش وخليتها تشحر. وهنا رافقناها بسلطه ديال كما وريتكم، وزدت عليها البيض باش اذا ما كانش اللحم البيض كيعود لنا اللحم. من احسن نبقاو نكثروا من الخضر بزاف بحال هكا ونبعدوا على اللحوم الحمراء، فكينصحنا الطبيب ديما من بهادشي. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي وتابوناو ليا وديروا ليا لايك باش تشجعوني وتفعلوا الجرس. شكرا بزاف.